عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سماسيمو سيمو من قناة كوكي اند ميد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا. قبل ما نعمل اي حاجة هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة الفيديو بتاعنا جديد، ما هوش طبخ، ما هوش اعمال يدوية، هو اعمال يدوية منزلية. ازاي تدبري وتوفري في بيتك، ازاي تستعملي بواقي الزيوت، ازاي تخلص صلاحيته. بصراحة هو مش انا الحمد لله يعني ما عنديش حاجة اسمها صلاحية بتروح ما بنساش حاجة. وانا يعني حد بعتهولي الجيران اي حاجة صلاحيتها بتروح، زيت قديم بيلموه يحوشوه يجيبهولي ماما حماتي كده. ده بقى زيت قديم صلاحيته رايحة، مش هينفع نستعمله في الاكل والشرب، وما بنرميهوش يا بنات. زيت قلية السمك، قلية البطاطس، البانيه، اي حاجة بحوش الزيت. بصوا انا هوريكم كده حاجة كده، ده زيت مستعمل يعني. بصوا انا بحوشه كده ببرطمان، ولما يتملى البرطمان ده حوالي رتل مثلا هعبيه في ازازه وهكذا. ما عنديش زيت بيترمى، انا عندي كميه زيت ما شاء الله. المكونات بتاعتي علشان هعمل ايه النهارده؟ هعمل صابون البلدي البيتي اللي انت مش هتستغني عنه ابدا. الصابون ده بنات عايزه اقول لكم تحفه، عايزه اقول لكم الخلطه دي رهيبه. ده الصابون بنات بينظف كل حاجه، مش هتجيبي يعني صابون سائل بعد كده، مش هتجيبي اي مواد تنظيف ولا صابون من بره، وكل الحاجات من عندك من البيت ما عدا انت هتشتري البطاط او الصودا الكاويه اللي هنستعمله النهارده معانا. تمام. انا عندي كرتونه قديمه، الكرتونه القديمه دي يعني اي بقى كرتونه، صندوق رنج قديم، اي حاجه. وبعدين بفرشها بس كده بالكيسه البلاستيك بتاعت المؤاخذه القمامه دي اللي هي اهي السودا، اهي اهي يا بنات، اهي اهي. طبعا الكرتونه بعد كده ما بتبص ما برميهاش يعني، الكرتونه اهي يا بنات اهي، انا غلفتها اهي بشنطه القمامه، شنطة طبعا نظيفة طبعا بتاعت قمومة بس نظيفة، اللي انا بجيبها طبعا بنجيب النص كيلو او الكيلو ونرميه في البيت. عندي نص كيلو صودا كاوية او بوتاس، هاخد معلقتين بيكربونات الصوديوم، ليمونتين او ثلاث ليمونات، عندي اربع رتل زيت او اربع ازايز قديمة او اربع رتل انا محوشاه. عندي كمان هجيب جردل قديم، هو ده الجردل اللي انا بستعمله في الخلط، ومعايا بتاع البلاستيك دي بتاعت ماسوره صرف صحي طبعا، مش مستعمله ولا حاجه، ده نظيفه بس هي دي الماسوره بتاعتي اللي انا بستعمل بيها دايما. عندك معلقه خشب قديمه، عندك بس بلاش يعني معدن، بلاش وملاش حاجات نستعملها بعد كده في الاكل والشرب. تمام يا بنات. قبل كده كنت قلت لكم بنات الليمون، كنت قلت لكم ما ترموش الليمون قشره، يعني لما تقشري الليمونه، قلت لك قبل كده لما تقشري الليمونه ما ترميش قشرها. ليه بقى يا بنات؟ لان انا هاخد الليمون او قشر الليمون ده، اهو اهو قشر الليمون. طبعا دي حله يعني حاجات بقى بغلي فيها اي حاجه، ليمون قديم يعني مش حله اكل. بغلي فيها الليمون القديم ده كله وهصفيه، هاخد رتل ميه بس منه وهوريكم هعمل ايه. يبقى قشر الليمون ده بيخلي يعني، انا مش قادره اقول لكم الصابون ده لو هتعملوه هيفرق معاكم ازاي، هيفرق معاكم في التوفير، هيفرق معاكم في النظافه، هيخلي لك المواعين بتبرق، هيخلي لك لو في عندك بقعه في الهدوم البقعه دي هتروح يا بنات والله فعلا يعني، وعن تجربه. انا ما يعني انا القمصان بتاعت جوزي ما بحطهاش في الغساله اللي هي الفوق اوتوماتيك الا لما بغسل اللياقه فيها. تمام. يبقى دي ميه مغلي الليمون، رتل من مغلي الليمون، مغلي قشر الليمون يا بنات مش الليمون كمان. يبقى انا اول ما هعمل مثلا ليمونه هعصرها ولا كده، انا بحوش القشر على طول. تمام. هجيب بقى الجردل بتاعي اهو. طبعا لما انا هشتغل النهارده انا لازم ابعد وشي خالص عن البطاطس او الماده الكاويه دي النهائي، لان دي هتطلع دلوقتي غازات، غازات يعني كيماويه زي ما بيقولوا، دي ماده كاويه، دي ماده كيماويه. طبعا هنخاف ونقول مثلا طب لما هي ماده كيماويه ازاي بعد كده هنمسكها بايدينا وازاي هنستعملها كصابون؟ يا بنات هي تتحول بعد كذا يوم،
بعد كذا يوم بتتحول من مادة كوية او من قاعدة كيماوية لقاعدة صابونية، بتتحول لحاجة تانية خالص. الزيت مع الـ مع الـ مع البوتاس وكده بيتحول بعد كده لقاعدة صابونية. ممكن يا بنات استعمل دقيق وممكن لا، انا على حسب بقى ايه يعني الاستعمال بقى بتاعي. يعني هشوف بس العجنة كده، ساعات في زيت بيفرط كده وبيحتاج دقيق، وساعات في زيت بيلم نفسه كده ويمسك ويبقى حلو. يبقى اول حاجه بنات هحطها، ركزوا معايا، الميه اللي انا غليت فيها الليمون على طول هقوم نازله بنص كيلو بطاطا. انا اصلا هعمل كميه يا بنات، انا بعمل كميه ما بعملش حاجه بسيطه، نص كيلو مش ربع ولا ثمن. بصوا بقى الفوران بقى يا بنات، ابعدي خالص عن الريحه دي خالص نهائي، ابعدي خالص. طبعا يا بنات انا كاتمه نفسي، حاطه لابسه كمامه وحاطه فوطه كمان على بقي علشان الروايح دي خطر جدا عليكي، خلي بالك خلي بالك. طبعا هنصبر بس لما يهدى شويه، طبعا هعرف ان هو هدى منين، من لما الابخره تقل شويه. تمام، هي عشان كمان الميه سخنه كان متفاعل اكتر. تمام يا بنات، تمام خلاص. انا كده حطيت البطاطس او الماده الكاويه، قلبته كويس جدا جدا جدا. هبدا بقى بنات انزل عليه بالزيت، هبدا انزل عليه بالزيت. يعني لما يبقى عندك زيت ونسيتيه اوعي ترميه، ترموش خالص، استفيدي وفري، دايما دبري بيتك ووفري. الصابون ده مش هيخليك تشتري صابون من بره نهائي. وبنات هخلص كميه الزيت وارجع لكم تاني. خلاص يا بنات انا هون كده حطيت كل كميه الزيت اللي عندي يا بنات. خلاص هبدا بقى اعصر عليهم الليمون اللي انا محضراه، هبدا هعصر الليمون، هعصر الليمون كله. انا بعصر الليمون اهو بنات، بس بحطه في الجنب كده، هي الليمونه وقعت على فكره، مش مهم مش هتعمل حاجه. معايا ثلاث ليمونات، عندك ليمونتين، ما عندكيش ليمون خالص حطي معلقتين خل، بس هو الليمون افضل، الليمون بيساعد على النظافه اكتر. ليمون اهو بنات، ليمون، بعصر الليمون اهو. اهو بنات انا كده، اهو بنات انا عصرت الليمون وهستمر كمان في التقليب. هو زي ايه، زي سائل كده، وهيبقى زي كيكه في الاخر، بس مش كيكه قوي طبعا. بصوا حوالي معلقتين من بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو زي ما بنقول اهي، واقلب كويس يا بنات، اقلب كويس جدا. وطبعا انا كده هحتاج بقى دقيق عشان يربط معايا، حوالي يعني ربع كيلو نص كيلو، يعني كوبايتين كده من الدقيق هيديله ايه، لازم القوام ده اللي هو ايه يمسك بس شويه. شايفين يا بنات هقلب بس كده كويس، هفضل بقى اقلب حبه كتار لغايه ما كل ده يختفي، وهخلص واوريه لكم تاني. خلاص يا بنات انا بعد ما قلبته بقى خلاص وصبيته اهو في كرتونتين، كرتونه اهي بنات وكرتونه اهي تانيه اهو. خلاص لما ينشف بقى بنات هقطعه وهوريه لكم بقى وانا بقطعه. تمام خلاص كده يا بنات هو قاعد نشف بقى، انا صورت بقى بعد ما نشف. طبعا هو مفروض كان يقعد 12 ساعة او يوم وبعدين اصوره لكم. انا بصراحة عشان كان عندي ظروف يعني اتأخرت على يعني على تقطيعه يوم كمان، يعني هو دلوقتي كده بقاله يومين بينشف، مفروض ما سيبوش اليومين دول. بصوا بقى بسكينة قديمة بقى، وبصوا هو جامد بقى المرة دي ليه، لان انا سبته ومفروض ما سيبوش كل ده. بصوا بقى بنات هو نشف وهيتقطع بقى عادي جدا، بصي كأنك بتقطعي اي حاجة كده، كيكة
التقطيعة العادية بتاعتنا مش تمبوكسات، لا عادي، اللي هي التقطيعة اللي هي ايه، إيه مربعات كده. تمام كده يا بنات، بسهولة اهو. يبقى انا بقى بعد كده بنات مش هنرمي اي بواقي للزيت، لان اي بواقي للزيت انا كده هستعملها، هستفيد منها، هوفر في بيتي، مش هشتري منظفات، مش هشتري صابون سايل مثلا، وانا عملته اهو ما حطيتش فيه صابون سايل ولا حطيت فيه اي حاجة. وفي حلقة تانية برضو هوريك وبقيت مية الليمون اللي اتبقت معايا، او مثلا الليمون القشر بتاعه مش بستخدمه في الصابون وبس، لا انا بستخدمه بنات في حاجات تانية، وبرضو في حلقات تانية هوريكو تستغلهم كل حاجة. يعني انتي اتعودي يا حبيبتي ما ترميش اي حاجة، الحاجة تترمى لا، عينيها في الفليزر، هتنفع حاجة تانية، هتنفع اكلة تانية، هتنفع حاجة مفيدة تنضفي بيها مثلا، فاهماني اهو. هقطع بقى بالطول كده، هخلص بقى بنات تقطيع وارجع لكم تاني. بصوا هو نشف، هو كان مفروض يتقطع امبارح مش النهاردة، عشان ما ينشفش بالطريقة ديت. خلصت تقطيع طبعا يا بنات، خلاص بقطع بسكينة قديمة، السكينة دي مش بستعملها في الاكل برضو، لان انا لسه هو منشفش، فلسه برضو ياكل الايدين، هو لسه ما تحولش قوي القاعدة صابونية. هو ده كل ما ينشف كل ما يبقى مفيد للايد، ان انت مثلا ما يعملكيش شقوقات ولا ياكل الجلد ولا حاجة. هو ده بتسيبيه اقل حاجة 10 ايام قبل ما تستعمليه. يعني انا اول ما بيبدأ القديم يخلص، يعني خلاص يقرب يخلص، لسه مثلا 5 صابونات ولا حاجة، بعمل ايه، ببدأ بقى اعمل جديد. هو تكلف حوالي كام؟ حوالي مثلا نص كيلو البطاط ب 20 جنيه، لان طبعا احنا هنا سعر تجاري، ما هوش سعر رخيص، كل بلد بقى ولها سعر. انا كمان بجيبهم يعتبر من عند عطار مثلا، فمش بيبقى غالي، مش بيبقى رخيص. شوية الدقيق اللي انا استعملتهم حوالي كوباية ولا كوبايتين دقيق بالكتير، بتوع 4، يعني ما يجيبوش 4 جنيه. يعني هو من الزيت القديم من عندك، انتي هتقعدي تستعملي الصابون ده اكتر من شهر، هتقعدي تستعمليه اكتر من شهر، واستفدتي بتحويش الزيت بتاعك ان انتي مرمتيهوش، واستفدتي وخليتي، يعني عملتي حاجة مفيدة من يعني من حاجتك، يعني من حاجة عندك عملتي حاجة مفيدة. بصوا بقى اهو، اهو بنات اهو، بصوا الصابونة، بصوا الصابونة بقى وجمالها، بصوا طلعت ازاي اهي اهي، بصوا الصابون، بصوا الصابون ده بقى هسيبه طبعا علشان يكمل نشفان، هو لسه هينشف اكتر من كده. بصوا بصوا الجمال، انا عاملة دون تخين شوية يعني علشان ايه، يعني الصابونة تبقى حلوة كده. انا ممكن ساعات اسيبها في العلبة بتاعت، يعني في علبة فيها مية واسيبها تبوش، ممكن ابري كده على الليفه، على حسب يعني. طبعا بشيله بقى كله كده وبفتحه كده من بعضه، وبسيبه بقى ينشف في علبه، في صينيه، انا عندي طبق بلاستيك بلمه فيه، واسيبه بقى ينشف بقى، يقعد بقى اسبوع، يقعد 10 ايام. طبعا دي كبيره شويه، هقسمها نصين، بصوا اهي لانها طلعت كبيره اهي، بصوا المنظر، بصوا الجمال. وحاجه انتي من عندك من البيت، بواقي حاجه كنت بترميها في الزباله، فاهميني؟ إيه يعني، مش هقول لكم بقى فوائد الصابون ده، اقسم بالله. يعني انا عايزه اقول لك ان انا ساعات بغسل بيه السجاد، اقسم بالله انا ساعات بغسل بيه السجاد. يعني بصي حاجه، ممكن ابشر نص صابونه مع شويه الكلور والميه والاريال الصغيرين قوي، واتفرج على الغسيل الابيض اللي بتنقعيه، بنقعه فيه رهيب يعني، بصراحه حاجه تحفه تحفه تحفه، هيعجبكم قوي. إيه لو عجبكم الفيديو يا بنات، اعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. إيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.